معنا من اسطنبول مراسل الغد علام صبيحات. علام، ولا زالت تركيا تلاحق كل من كانت له علاقة من قريب أو بعيد بمحاولة الانقلاب الفاشلة. التفاصيل معك بالتأكيد وباقي القصة. بالفعل دعينا نبدأ من هذه القضية تحديدا، هي قضية متعلقة ب يعني محاكمات مقر قيادة قوات الجندرمة التركية في ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة. كل من حكموا اليوم هم كانوا موجودين في هذا المقر في ليلة المحاولة الانقلابية، وممن تقول السلطات التركية انهم شاركوا بشكل مباشر في المحاولة الانقلابية في 15 من تموز من العام 2016. يعني هذه المحاكمة اليوم تأتي في إطار المحاكمات الكثيرة والمتواصلة منذ على الأقل منذ 4 سنوات تقريبا، منذ عام 2016 وحتى الآن، ضد من تقول عنهم أنقرة أو السلطات التركية إنهم يعني حاولوا الانقلاب على الحكومة والرئيس التركي، وإنهم حاولوا الانقلاب على الدستور التركي، وهم المقصود هنا طبعا جماعة فتح الله جولان أو الدولة الموازية كما تسميها السلطات الرسمية التركية. وبالتالي هناك محاكمات مستمرة بشكل كامل يعني بشكل واسع في عدد في كل الولايات التركية عمليا، وأبرزها اسطنبول والعاصمة التركية أنقرة. ومن جهة ثانية حملات الاعتقالات أيضا متواصلة على مدار أيام الأسبوع. اليوم أيضا كانت هناك حملة اعتقالات ثانية أو جديدة في إطار نفس الحملات المتواصلة منذ 4 سنوات تقريبا، والتي طالت حتى الآن عشرات الآلاف من الأشخاص المتهمين سواء كعسكريين أو مدنيين، ممن تتهمهم السلطات الرسمية التركية يعني بالمشاركة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة أو بالانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة كما باتت تصنف أنقرة جماعة فتح الله جولان حاليا رسميا وفق معطياتها الرسمية. وبالتالي هذه المحاكمات وهذه الاعتقالات متواصلة، وتتعهد السلطات الرسمية بأنها ستتواصل رغم انتقادات المعارضة السياسية في البلاد التي تقول إن هذه الاعتقالات والمحاكمات خرجت من إطار محاربة من شاركوا بشكل مباشر في المحاولة الانقلابية الفاشلة لتصل إلى الخصوم السياسيين، ورغم الانتقادات من مؤسسات ومنظمات حقوقية محلية ودولية أيضا تطالب أو طالبت أنقرة بأن تكون أكثر شفافية في حملات الاعتقالات وفي المحاكمات التي تحدث ومستمرة حتى الآن. علام صبيحات مراسل الغد، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.